المعنويات الحقيقة في السماء، وجماهير النادي الأهلي بتترقب المواجهة اللي كانت من أيام بسيطة جدا بعيدة. خلاص بدأ العد التنازلي، 48 ساعة ويجي يوم الماتش. وإذا كنت أنت شايل هم الوداد إيراد، فهم شايلين هم الأهلي 24 إيراد، وليه لأ؟ والأهلي الحقيقة صاحب صولات وجولات في أفريقيا، ونتائجه الإيجابية اللي بيحققها بره ملعبه خير دليل. مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة. طبعا يعني خلاص زي ما أحمد قال 48 ساعة بتفصلنا عن الحلم الكبير بقى أفريقيا. إن شاء الله بإذن الله نقدر إن احنا نعمل نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب علشان نكون مرتاحين على أرضنا. يمكن فيتسو موسيماني مبشر، سواء لما اتكلمنا على الثلاث مباريات اللي لعب الفريق فيهم تحت قيادته، أو الحقيقة من الحاجات اللي بنشوفها وبنقراها، يمكن بيتسو موسيماني عمل جلسة مطولة مع محللي الأداء بالجهاز الفني وجاب فيديوز لمباريات الوداد اللي فاتت كلها، وقعد يشوف ويدرس كويس قوي نقاط القوة والضعف عند الفريق المنافس. دي حاجة مبشرة جدا، وده أكيد المفروض يحصل. والحقيقة أنه شايفين تركيز الحقيقة من اللعيبة كلها، شايفين روح معنوية عالية، وده اللي بنسمعه دايما من مراسلنا اللي هيكون معانا كمان كريم أحمد خلال الحلقة النهاردة، يقول لنا اللي حصل النهاردة. النهاردة كان أول تدريب للفريق في المغرب، وبإذن الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي. الجمهور داعم ليهم بشكل كبير جدا وواقف في ظهرهم، والنتيجة الإيجابية في مباراة الذهاب هتريحنا كتير قوي يا أحمد. أكيد طبعا، وأعتقد أنه خلاص امبارح يوم مش محسوب. طبعا اطمننا على وصول بعثتنا وفرقتنا للمغرب. النهارده يبتدي الجد، النهارده اول تمرين ان شاء الله لفريق نادي الاهلي، وهيكون تحديدا الساعه 7:30 بتوقيت القاهره، وده نفس توقيت اللي هيتلعب فيه ان شاء الله الماتش يوم السبت اللي جاي. سيناريوهات كتيره جدا وحسابات كتيره جدا، و48 ساعه مهمه جدا للجهاز الفني وللعيبه عشان يستعدوا فيها لمواجهه الوداد على ارض الملعب في 90 دقيقه تكاد تكون الأهم في مشوار الأهلي في البطولة. ليه بقول الأهم؟ لأنه الحقيقة فرصتنا في مباراة العودة إن شاء الله بإذن الله بكل الحسابات أعلى بكتير. عندنا القدرة على أرضنا إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نعمل مباراة كويسة ونحقق نتيجة إيجابية يساعدنا في ده، ويحسم فكرة التأهل للمباراة النهائية إن إحنا نعمل سكور كويس أو نعمل نتيجة إيجابية. نتمنى أنها تكون الفوز، ومش وحش لو كان التعادل، وحتى في أقصى الظروف ولو خسارة بهدف الأهلي إن شاء الله يكون عنده القدرة على التعويض. وصلنا للنهاية، أعتقد أنه الأهلي الكبير الحقيقة كما عودنا دائما قادر إن شاء الله بإذن الله أيا كان المنافس، سواء كان الرجاء أو كان الزمالك، عنده القدرة. أنا بشوف أن مباراة الوداد في المغرب هي أصعب مباراة في مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا السنة دي. الحقيقة لما تيجي تعمل مقارنة تجد أنه إجمالا المقارنة في صالح النادي الأهلي، حتى وإن كانت الأرض بتلعب مع صاحبها، وحتى وإن كانت أفضلية مباراة الذهاب في المغرب على مركب محمد الخامس. الحقيقة يمكن حاجات كتيرة جدا يا سارة بتفصل في المباريات اللي من العرض التقيل ده، اللي من النوع ده. أنا عارف أن في سيناريوهات كمان كتير مختلفة بيفكر فيها الجهاز الفني. يعني احنا يمكن لما كنت بتكلم معاكي قبل الهوا على طول، لانه دايما بيبقى في المباريات الكبيره دي في اكتر من سيناريو، عشان على حسب مجريات المباراه. بالظبط كده. انت بقى لو انت هتحط السيناريو هو احنا مبدئيا انت عندك 80 مليون اهلاوي، كل واحد فيهم حاطط خطه طبعا، وكل واحد فيهم حاطط تشكيل، وكل واحد فيهم حاطط طريقه تطبيق في الملعب. الاهم طبعا انه مستر موسيماني هيروح او هتروح دماغه لايه. احنا النهارده هندي الفرصه دي لواحد من 80 مليون، كابتن هاني العجيزي هيشرفنا، ونحاول نقرا معاه ازاي مستر موسيماني وازاي فرقه النادي الاهلي ممكن تلعب المباراه دي، وازاي نحط السيناريوهات. خدوا بال حضراتكم انه الماتشات اللي من النوع ده وارد جدا فيها انه الخطه تتغير على مدار المباراه حسب سير او حسب نتيجتها، يعني وبتتقسم الحقيقه. يمكن الجهاز الفني طبعا أقدر مني وأقوى مني في فكرة أنه إزاي تبني 90 دقيقة مع بطل المغرب على ملعبه، تتقسم كل شوط لثلاث أقسام أو تقسم حسب سير المباراة وحسب نتيجتها، تستقر على طريقة لعب دفاعية في الشوط الأول وتثبتها إذا كانت النتيجة في صالحك أو تغيرها. كل دي سيناريوهات الحقيقة وحسابات كتيرة جدا، فرق كبير جدا لا قدر الله لما الوداد يسجل هدف مبكر عن لما يسجل هدف في نهاية المباراة، وفرق كبير جدا إن شاء الله لما الأهلي يسجل هدف مبكر عن لما نخطف
هدف في نهايه المباراه. كل دي الحقيقه افكار بتدور في عقل مستر موسيماني. ما يسجلش خالص، نتمنى طبعا ونحافظ على الشباك نظيفه، او يسجل واحنا نسجل اكتر منه، ما عنديش مانع. المره دي اهم حاجه، خدي بالك في المباراه الذهاب دايما، بالذات الذهاب يعني، بيبقى هدف خارج الارض مهم جدا طبعًا. جدا جدا، حتى ولو خسرتي المباراه. يعني انا عندي انه لا قدر الله، لا قدر الله انه الاهلي يخسر 2-1 احسن بكتير من ان هو يخسر 1-0، او يخسر 3-2 احسن من ان هو يخسر 2-1 وهكذا. ففكره انك تحط جول في الماتش هيريحك جدا في مباراه العوده، حتى ولو كانت النتيجه مش في صالحك. وده طبعا 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 اللي ما بنتمناهوش. نتمنى ان شاء الله انه الاهلي، انا طبعا اتمنى وشايف انه الاهلي عنده القدره، من فتره طويله جدا الاهلي عنده القدره ان هو يحقق نتيجة إيجابية ويفوز على الوداد. كان معايا امبارح يا أحمد كابتن عبد الله جلال، كان بيقول لي إنه هو بقاله فترة متابع مباريات الوداد، وإنه قد إيه شايف إنه في مشاكل كتير قوي في الدفاع الوداد، وشايف إنه هم دفاعهم دلوقتي مش أقوى حاجة، وإنه ممكن يكون كمان خسارة الدوري ما قالش إن هي هتأثر، ولكن إن هم دلوقتي معنويا مش أفضل حاجة، ولكن هو كان بيتوقع ان المباراه تنتهي 2-1 للنادي الاهلي. نتمنى ذلك طبعا، نتمنى ان شاء الله نشوف الاهلي كسبان في المغرب، ده يريحنا ويحسم بشكل كبير ال 180 دقيقه بقى اجمالي مواجهه الاهلي من مع الوداد ذهابا وايابا. خلينا نتكلم عن تفاصيل الفرقه النهارده. طبعا جيرالدو معلول انضموا للفرقه، جيرالدو كان جاي من البرتغال، معلول مشواره كان ابعد شويه من النمسا. هنعرف اخر اخبار الفريق ونعرف اول ايام استعداد للوداد قبل دقائق من بدايه المران الاساسي والرئيسي. كلام كتير قوي عن مباراه الاهلي والوداد، وتفاصيل كتير، وهيكون معانا كمان المراسل كريم احمد، بس بعد الفاصل.